طبعا كان الوالد الله يرحمه كان بدأ مصنع صغير أو ورشة صغيرة في سنة 71. قعدنا يعني قعد يطور فيها بسيط لغاية سنة 85. 85 كانت الورشة لسه ما زالت يعني برضو صغيرة. اتلاقيت أنا والحاج فتحي اللو في أثناء الدراسة، كنا أصدقاء، فإحنا قلنا عايزين نكبر الصناعة دي. ففعلا احنا خلصنا دراسة تقريبا سنة 87 وبدأنا العمل الصناعي. فاحنا بدأنا ننقل الورشة، كانت موجودة في متنمة تحت بيت صغير كده، بدأنا ننقلها في مكان صناعي بحوالي اشترينا حوالي 650 متر بسعر كان في الوقت ده يعني رخيص. بدأنا نبنيها وحطينا فيها، اشترينا فيها معدات محلية، بدأنا شوية بشوية لغاية لما الحمد لله ربنا كرمنا لغاية سنة 95 بدأنا نستورد أول مكنة اللي هي مكنة سلك ألمونيا من ألمانيا سنة 96. من هنا بدأت الانطلاقة بتاعتنا. من أول ما استوردنا المكنة جينا سنة 97 استوردنا مكنة تانية، وسنة 98 استوردنا خط سحب كبير ستريت لاين بيعمل طاقة إنتاجية عالية. ومن هنا المكان بتاعنا بدأ يعني يزدحم، فاحنا اشترينا مكان تاني جنبيه حوالي 2000 متر. نصار جروب، رواد صناعة الاسلاك والمسامير الصلب في مصر والشرق الاوسط.